احنا عنا امل اللي التقرير النهائي نتاع الهيئه سيحتوي على الكثير من الحقائق اللي التوانسه ينتظروا فيها، وليس فقط التوانسه، لانه المسار التونسي راهو يعني الجميع، يعني العرب الكل، هو باش يكشف كيفاش رغم الظاهر استحالة عمل ساعات تظهر مستحيل المعجزة أن تشتغل هيئة حقيقة الكرامة في ظل منظومة قديمة ما زالت نافذة. احنا قاعدين نتقدموا، وإمكانية معالجة إرث الماضي بالطريقة هذه بالطريقة السلمية راهو أول مستفيد منه هما الناس اللي كانوا نافذين سابقا، لأن باش تتوفر لهم الفرصة النادرة وما هيش باش تتعاود أنه باش يسامحوهم الضحايا بعد أن يطلبوا الاعتذار رسميا، بعد أن يعترفوا بما اقترفوه أمام القضاء وأمام الضحايا وأمام الهيئة. هذه فرصتهم أنه الضحايا قابلين أن يصالحوا معاهم، ونهاية المسار هو المصالحة وليس انتصاب المشانق وغير الأشياء من هذا القبيل. احنا نعتبر اللي التجربة التونسية رغم المصاعب اللي هي تواجه فيها، وللأمانة جميع التجارب في العالم واجهت مصاعب، ما قامتش بوظيفتها بكل سهولة لأنها تمس كما قلت في جراح الماضي.